بنحلم لبكره. اهلا بحضراتكم. الحقيقه الكلام اللي انا هقوله يعني اقسم ان لا علاقه له لا بالمجامله ولا حتى بحق الترحاب بالنسبه للضيوف، بس مهم ان انا في سيرتي الذاتيه في السي في ان انا بعد سنوات اقول ان انا قعدت مع نجم بهذه القيمه وبهذا القدر من الاحترام ومن الجمال ومن الابداع على سنوات طويله، سواء على خشبه المسرح او على شاشه التلفزيون او على شاشة السينما والإذاعة والإذاعة لازم الإذاعة والإذاعة نجم مش هتكلم عنه كتير، يكفي ان انا اقول ان انا قاعد مع الأستاذ عمر الحريري، هذا يكفي شرفا. انا الشرف لي ان انا اجي اقعد معاك انت برضو، عفوا الأعزاء يعني ربنا يخليك، ده شرف لي يا أستاذ عمر ونعتز بيك جدا وبشوفك طبعا في البرامج كيف ربنا يخليك تدير العملية بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يوفقك دائما، شرف كبير وجودك معانا وشكرا جزيلا لتلبية الدعوة. أبدا. والحقيقة الدكتور بخلاف أنه صديقي الودود اللدود، لكن لازم أشير إلى أنه له إسهام في أن احنا نسعد بقيمة زي الأستاذ عمر وقيم أخرى كثيرة، هأحرص إن شاء الله أسبوعيا أو على الأقل شهريا في أن احنا نستضيفهم ونسعد بيهم. فكرة أن تعاقب الأجيال وإعطاء كل ذي حق حقه واحد من الأشياء اللي بيحرص عليها نقيب بالمهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي. النهارده دكتور يا أهلا وسهلا، أخبارك إيه؟ تمام. أنت عارف ليه اللدود أو لدود معروفة، عارف ليه اللدود؟ اسمح لي طبعا ابدا بالاستاذ عمر. استاذ عمر واحنا في الفاصل بنتكلم كان بيبص على الاستوديو بيقول ياه ودكتور اشرف قال معلومه انا الحقيقه استغربت لها، بس هسيب حضرتك يعني ايه تكتر الذكريات في نفس الاستوديو. هو انا طبعا بالنسبه للاستوديو ده مش هو ده طبعا، مش نفس الديكور، لا 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 يمكن السقف تقريبا لا تقريبا لا مش الـ مش الـ لو مش هو كان واقع علينا يا استاذ والله طبعا لا اتجدد وترمم اتجدد لكن يعني اقصد اقول السقف الاخير خالص اللي فوق مش ده جدران يعني مجموعه الاضاءه والحاجات دي طبعا غيرت الحاجات دي، لا وتغير طبعا اتغير وكان لسه قنالتكس ايوه صحيح كان معمول، لان دخلنا في اول تلفزيون ما بدا سنه 60 في شهر يوليو ايوه، وجينا عملنا فيه تمثيليه هنا اهو انا والفنانه ربنا يشفيها زهره العلا طبعا ربنا يديها الصحه. احنا لوحدينا اتنين بس لمده ساعه ونص على الهواء لوحدكم بس بس اخراج الاستاذ محمود السباع رحمه الله عليه. لا يعني شو كانش في دور تاني؟ دور لا 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 ما فيش، هو ديكور واحد بيت وخاطف واحده وبحبها وخاطفها وهربان بيها من اهلها. ساعة ونص حضرتك وزهرة العلا وبيجوا بقى تخبيط على البيبان صوت من الخارج حاجات كده وعملناها دي، وكان الأستاذ محمود السباع هو الأول مخرج أخرج للتلفزيون تمثيلية دراما يعني في الدراما التلفزيونية دي طبعا ما بيذكروهاش لا يعني تقريبا ما تسجلتش كمان لكن لا إنما تاريخ مهم إنما أول زهرة تمثيلية حضرتك والأستاذة زهرة سنة 60 أيوه ومعروف يعني، وحتى الفنانة العظيمة المخرجة الكبيرة دلوقتي السيدة إنعام محمد علي كانت مشاركة في هذا العمل يعني فعلا وتسألوها بقى كانت لسه صغيرة قوي بقى لسه في بدايتها كانت لسه سكريبت جيرل، هي بتقول لي انت مش فاكرني انا كنت سكريبت جيرل، قلت له يا في قاعدة من القعدات يعني، قالت لي انتوا اول ناس مثلتوا في التلفزيون وبعدين بقى جت بقى الاعمال بقى الحقيقه انا اخترت التلفزيون ليه؟ هقول لك ليه. السينما ابتدت في مرحله كده بالنسبه لي انا يعني تبعد عني، هي اللي تبعد غريبه ما اعرفش يعني في اسباب ما فيش اسباب انا لا اذكر يعني، انا يعني انا بحب التمثيل انا كان عشقي اولا واخيرا المسرح تمام اللي بدأت فيه وتعلمته في المعهد وتخرجت في أول دفعة من المعهد، وقبليه كنت هاوي كنت بعمل فرق ونطلع نمثل في مسارح يعني زي أوبرا ملك زي مسرح لازبكية زي تمام ليلاس في روض الفرج يعني حاجات دي كده كنت أدفع فيها فلوس يعني كمان أمال كنا نأجر المسرح ب2 جنيه
يا نهار ابيض. اي والله كان 2 جنيه عشان بديكور وبحاله كده. ده كان زمن اللي هو الفنان عاشق لفنه يعني يدفع فلوس عشان يمثل. ايوه طبعا. مش دلوقتي يتبغدد. لا 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 ما اعرفش، احنا حبينا الفن، حبينا التمثيل. يعني انا طبعا من طفولتي كمان حبيت التمثيل، لان كنت بتردد على مسارح يوسف وهبي ونجيب الريحاني وجورج ابيض وعلي الكسار. انا شفت الناس دي كلها يعني، وكنت اروح البيت اقلدهم كمان. وكنت معروف في البيت ان انا حابب ممثل، دي موضوع انتهى وانتهي. بس اكمل دراستي يعني. لا بس عايز ارجع ليه حضرتك بتتكلم برضو على العصور الذهبيه للسينما. غريبه جدا ان واحد من نجوم الجيل وقتها في السينما وفي كل المقومات وجان والسينما تبعد، دي غريبه. ما هقول لك، انا في بداياتي ابتديت ابقى نجم يعني سينمائي مظبوط، بعمل ادوار بطوله يعني. صحيح. وبعدين ابتدت تبقى الادوار الثانيه. انا ما قلتش بقى التانية ولا التالتة ولا الرابعة، هي دي انا بقول كلها بطولة يعني. انا نجم انا انتهت يعني. انا صحيح. اسف اني بقول نجم. لا لا نجم انا اصلا ما بيعجبنيش الاسم ده، لانه يعني احنا ما اخترعناهش يعني. يعني وما بحثناش عليه يعني، ما كناش بندور عليه يعني، احنا بنروح نشتغل وبس. عمرنا ما فكرنا انا نجم ولا مش نجم، دي مش مشكلتي. ما كانش في حساباتكم. وما كناش بنقول ده النجم وده النجمة وده كده، ما كانش فيه الكلام ده. الفنان وخلاص. الفنان فلان، وحتى في يعني يتكتب الاسم كده من غير القاب. لا ده دلوقتي بعد تاني فيلم الفنان والفارس والقدير. انا بقى اللي بيزعجني دلوقتي القدير دي نهايته. مشيها يا استاذ. اصل بقوا قادرين كتير قوي، مسائل بقت قادرين كتير. كلها القدره عندنا زادت شويه. والكبير والكبير. نفسي انا بقول لهم دلوقتي ارجوكم لما تكتبوا اسم ما تكتبوش قدامه اي حاجه ولا وراء اي حاجه، سيبوا عمر الحريري بس كفايه. انا مش لا اذا كمان كان عليكم الكبير والقدير. الكبير والقدير والحاجات دي اصلها كترت فباظت. كترت هو ده الهدف. انما نهايته يعني مش هقول لك. انما بقى ليه انا اتجهت للتلفزيون؟ لان لقيت فيه بيجمع يعني. طبعا التمثيليه اللي انا عملتها دي ساعه ونص على الهواء، هي مسرح واذاعه وتلفزيون في نفس الوقت، فلقيتها جامعه وشامله كل وسينما. صحيح. شامله كل حاجه. مظبوط. لا وفكره وبعدين دخول للناس في البيوت دي كمان. وبعدين في حاجه كمان برضو تانية مهمه. إيه؟ ان انا لما باجي هنا باجي انا بطل على طول العمل ده. صحيح. يعني هم ما بيندهوليش غير كده، لانه ما فيش حد تاني من نجوم السينما جه اشتغل في هذه المرحله. مليت المساحه دي. ما حدش جه، ما كانش بيجوا، كانوا يقولوا لي انت عبيط تروح تشتغل في التلفزيون، واحد يدوس الزرار يطفيك ويولعك ببلاش. يا سلام. مين هيروح يدفع لك تذكره في السينما؟ فكانوا يقولوا لي كده الزملاء يعني وقتها. وبعدين هم رجعوا جم للتلفزيون بعد كده بقوا يتمنوا يشتغلوا فيه يعني. لا هم ما رجعوش بخطرهم يعني. ما اعرفش يعني. بس احنا ما تبغددناش عليه يعني. لا البغدده ما كانتش سنه الحقيقه. الجيل بتاع العظام ده الحقيقه دكتور يعني. هل ترى ان احنا اهدرنا لفترات طويله استثمارنا لقيم كبيره زي الاستاذ عمر؟ لا ما نقدرش نقول اهدرنا، لان يعني الرصيد بتاعنا يتمثل في هذه القيم الكبيره يعني. مزبوط. احنا يعني يمكن محطات فتحت واشتغلت وكسبت على هذا الجيل العظيم. صحيح. يعني ومش عارف ايه زمان وايه حكايات وايه روايات، كله على هذه الاعمال العظيمه. صحيح. لكن احنا ما بنعرفش نستثمر يعني رموزنا يعني. مزبوط. سايبين غيرنا. مظبوط. يعني يمكن الطفره الاخيره اللي حصلت في الاتحاد الاذاعي والتلفزيون والقنوات اللي اتعملت، يمكن ده يعني كانت صحوه متاخره شويه، بس يعني برضو يعني نسجل يعني تقديرنا ليها. لكن هي يعني اعاده لاستثمار رصيد عظيم. تمام. لاعمال عظيمه. يمكن واحنا صغيرين يعني، لما الاستاذ عمر بيتكلم، انا مثلا استوديو 10 دوت اشتغلت فيه وانا لسه طالب في المعهد. مسلسل زي محمد رسول الله. اجيال كتير قوي ما شافتش الكلام ده. صحيح. النهارده لما عملنا محطات بدات يعني. النهارده كنت قاعد بتفرج على مسلسل ام كلثوم، انا كنت مشارك فيه، كنت مشارك في الاربع حلقات الاولانيين. النهارده كنت بتفرج يمكن الحلقه الاولى او الثانيه وانا قاعد بتفرج ومستمتع. ما بال بقى ان اعمال شامخه واعمال عظيمه لم تستثمر الاستثمار الكافي او الثروه الكبيره لجيل العظماء. انا متفق معك، بس ممكن تتفق او تختلف معايا برضو.